خاصك باش تدخل خاصك تكون ديالك ملك. ام اخوتي طاحوا هالبلاصه هاي. هاد المكان دوار ولاد العسري الفقراء ومساكن هاد الدراري كانوا خدامين في كيقطعوا في السدارة وفي هذاك. جا واحد ما عرفت كيفاش زلق في البحيره كان يعوم بغى يعوم ولا جاو الاخرين يعتقوه طاحوا مساكن عرفتي. جا خوه باش يعتقو مشى. جا الاخر تا هو ولد عمهم باش يعتقو تا هو بثلاثه مساكن تصبناهم اللي جات الاخبار جبنا مشينا صبناهم بثلاثه مغطين مساكن في الماء. تجاو البولبية عاد باش جبدوهم. حنا ولينا نقلبو عليهم مع غرقو في الماء ولينا نقلبو عليهم تا بانت لينا غير شي فردة تا تجاو البولبية عاد جبدوهم. وقاو فينا هاد الدراري الله يرحمهم والله يوسع عليهم الله يرحمهم في هاد النهار. بقاو فينا هاد الدراري وخوت وعد بوهم غير هما جوج بوهم مشاو بجوج مساكن. والاخر تا هو ولد عمهم تا هو هو الكبير فايت الباك بعامين كان. وكانوا عب وحدهم واحد الدري الصغير هو اللي مشى عندهم مشى كيجري صافي يتنوض مو ناضو عائلتو عدا مشي ناس بنام مليوحين من معاهم تا واحد على الموتور واقف كانوا كيشتاغلو وهما مسجلين في الحضر. الله يعمرها دار وذوك الدراري دراوش الله يعمرها دار. بوها وامو راه ما صبروش لي راه بكونا البارح في الروضة. بوها عرفتي راه ما صبرش عدوا هو هاهو مجوج اللي عدوا. جاو البولبية والناس واخا ما قدوش يهبطوا لديك البحيرة حتى جاو البولبية عاد باش جبدوهم قيوا الإجراءات إلا هنا عمرنا ما عاد موقعت لينا هادي وعارفين هذوك البحيرات عارفينهم ديال المويه الخضرة ما كيوصلوش ليهم كاع الدراري كيعرفوهم كيغرقوا واعرين كيعودوا عليهم كيغرقوا عمرهم ما وصلوا ليهم حتى لهاد الدري جا جاو يعتقوه حتى مشاو ثلاثة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.